صباح الخير عائشة. صباح الخير آيلة خانم. عرفان بيك ما إجا؟ لا والله ما إجا لسه. وعمران؟ ما شفته. طيب يمكن ما يردوا إذا اتصلت، فدقيلهم أنت وخليهم يجوا بسرعة على المكتب. طيب ماشي. صباح الخير عمران بيك، أنا عائشة، لو سمحت تيجي فوراً على المكتب لأنه في شغل كتير ضروري. مين عائشة؟ لو سمحت لازم تيجي على المكتب بأسرع وقت، الموضوع ما بيتأجل. احكي مع السيد عرفان يروح بدالي. طبعاً عمران بيك، رح أدقله ورح أخبره فوراً يجي لهون. لك شو في منع بكرة الصبح؟ ما فهمت. طيب يلا باي. طيب شكراً كتير عمران بيك، ونحن بانتظاركم. لا تفشي خلقك بالكيبورد، طلعتي له روحه لهالمعتر. صباح الخير. تفضل. هاي إلك. خير شو هاي؟ ما بدك تفتحيها؟ وأنا شو بدي بهيك كتاب؟ أنت خريجة أداب وتوقعتي عجبك مضمونه. ما فهمت شو قصدك؟ يعني أنت لوين بدك توصل عرفان بيك؟ أنا بعرف أنه غلطت معك وظلمتك، بتمنى تسامحيني. وهلأ بالإذن. يعني عجبك الأوتيل؟ حلو كتير، كانت هالسفرة ضرورية إلك. عرفان بيك إجا هلأ. سحر، ليكي حبيبتي، أنا في عندي اجتماع هلأ، بلكي منقعد المساء ومنحكي، أنا بتصل فيكي. صباح الخير. أهلين. ولي شو هالبرد؟ ممنونك. حط الحزام. تجي بالمترو لهون؟ ايه، أول شي بالمترو، وبعده باص أو سيرفيس، وإذا توفقت بشي سيارة بوصل هون بساعتين. فعلاً بعيد. أنا مرة أجيت مشي ومن الزحمة بالطريق ماشي وكتافي هيك عم يضربوا بالعالم. وبس تفوت بالطريق لهون بتشم ريحة هوا الصباح، أوخ ما في أحلى من هيك. أوه إذا مش شاق للمشي بنرجع سوا المساء. لا شكراً. والله إذا بدك بنرجع أنا وياك مشي، وبعدين نطلع سوا بالباصات على الواقف. طالما هالعروس موجودة ماني مضطر. إيه عبالنا إن شاء الله عمران بيك. إن شاء الله.
صباح الخير. صباح الخير. عمران شوي ورح يوصل، هيك فهمت. عرفان، أنا محروجة بصراحة من الشيء اللي هلأ رح أقوله. ما بعرف كيف بدي أقولك، بس مجبورة أحكي. سليمان وصاني إلك إذا ما أمنتوله مليونين لآخر الأسبوع انسى عملية ريان. كيف يعني لآخر الأسبوع؟ شو دخلوا بالعملية؟ شو بده هذا الزلمة؟ مين مفكر حاله؟ عم يساومني على حياة ابني لهون وصلت معه؟ في هيك حدا بالدنيا؟ كل الحكي اللي قلت له يا ما نفع، وكل شي حاولت أعمله بلا نتيجة، حتى اقتنعت بالآخر إنه هذا الزلمة مو مشكلته المصاري، مشكلته معك. حاش بقى، هذا ما بفكر غير بالمصاري، ولما عجز معي مسكني من إيدي اللي عم توجعني، الكلب الحقير. كيف بثلاث أيام بدي أدبر له مليونين ليرة؟ طيب على أساس في مستثمرين جدد جايين، بلكي منقدر نجمع منهم المصاري. إيه في. عمران هو اللي قالك ما هيك؟ لكان شو حكيتي أنت عمران؟ قليلي شو خبرك عني؟ أكيد خبرك عن خيانته، ما هيك؟ ها؟ لا، سليمان اللي خبرني بهالموضوع. هاي كملت. عرفان أنا ما فيني لومك، وبعرف إنه غلط بحقك، بس أنت حاول تتعاطف معه وتفهم ليش. إياكي تقليلي تعاطف معه، عمران ما بيستاهل أبزق بوشه. أنا اللي صار 30 سنة معتبره أخ بالنسبة لإلي، هو الخاين بدقيقتين باعني، فلا تقليلي تعاطف معه أبداً. كمان أنت تركت كل شيء ورا ظهرك وحملت حالك ومشيت. بدي أمشي طبعاً. طبعاً رح أمشي، شو اللي بده يخليني؟ مشان مين أصلاً كان لازم ضل هون؟ كرمال الخاين اللي باع العشرة؟ يعني ما في سبب يخليك هون أبداً؟ لا طبعاً. هيك الموضوع بنظرك بسيط؟ ما في شيء بسيط عم عيشه يا أيلا. هيك. شو هالموضوع المستعجل اللي ما بيتأجل؟ لآخر الأسبوع إذا ما دفعتوا له المليونين. هددنا سليمان، هددنا بريان إنه يمنع عمليته. لهون وبس، شراكتنا انتهت. أنا بالنسبة إلي ما ضل شيء بيربطني ببابل. لسه ما قلت لك سليمان شو مخطط مشانك، بتحب تعرف شو؟ مثل إنه ناوي يقتلك مثلاً، قال خليه يلاقي شيء وكر يحميه. هذا الشغل بديتوه مع بعض ورح تنهوه مع بعض.